الرئاسية والتشريعية للربيع الماضي في فرنسا من المفروض أن تسمح بالإفراج عن الملف القضائي. وأنا أتكلم في اشتراط عاد يتحقق في حال وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالبحث عن الحقيقة. وكما أشرت في العام الماضي هنا، نحن لا نزال مقتنعين أن اليسار قد يسعى إلى إزالة الحواجز التي ما زالت تعوع العدالة، وأخيرا يمكن للحقيقة أن تسطع، وهو ما يتطلب الكف عن التضرع بمصلحة الدولة. ومن المرجح أن تظهر هذه الإرادة في التنفيذ العملي للسياسة الجديدة التي نأمل أن تترجم الوعود المقدمة بهذا الصدد والتي نجملها فيما يلي. تمة خطوة أولى لها دلالتها، وهي رفع ما يسمى سر من أسرار الدفاع من طرف وزير الدفاع عن الوثائق التي اطلع عليها القادر مايال في معرض الإدارة العامة للأمن الخارجي، والتي صبع للمجلس الاستشاري لإصرار الدفاع الوطني أن أعطى رأيا مؤيدا لرفع السرية عنها. الخطوة الثانية تتعلق بمذكرات التوقيف الدولية ضد مسؤولين أمنيين مغاربة التي كان من المفروض أن توجه للأنتربول من قبل وزارة العدل الفرنسية ليتم تجنب المهزلة التي عرفها الصيف الماضي خلال أولمبياد لندن، عندما سمح لرئيس اللجنة الأولمبية المغربية والذي هو القائد العام للدرك الملكي بالحضور لبعض الوقت للألعاب قبل اللجوء إلى السفارة للسفارة المغربية، خوفا من المبادرة المفاجئة لشرطة سكوتلاند يارد. هذا هو معنى الخطوات التي نقوم بها مع السيد موريس بيتان تجاه المسؤولين الفرنسيين الجدد للخروج من منطق مصالح الدول وتقديم ردود مرضية لطلباتنا وإعطاء دفعة جديدة لعمل العدالة. وهذا سيكون أقوى بكثير من الاقتصار فقط على الإشارات المرسلة إلى السلطات المغربية التي يمكن أن تشجعهم على العمل في اتجاه الحقيقة والعدالة، سواء كان ذلك عن طريق استجابة إلى المحكمة الجنائية الدولية الجديدة التي نقترح على الحاضرة مايل إثارتها، ولعل الاستماع لشهادات مسؤولين في الأمن المغربي والتنعيم في مركز الاحتلال السري النقطة الثابتة 3 بوان فيكس تروا هي من الخطوات الأولى التي ينبغي اتخاذها من طرف السلطات القضائية المغربية للإفراج عن الملف من جانبهم. وفي الوقت نفسه فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي هو امتداد للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع الصلاحيات الإضافية الجديدة ينبغي أن يترجم إلى الواقع التزامات هيئة الإنصاف والمصالحة في ملفات الاختفاء الحصري وانتظاراتنا والعائلات الأخرى للمختطفين التي استمرت وقتا طويلا. وبعد عام ونصف على إنشاء المجلس الوطني وبعد تأجيل عدد من اللقاءات المبرمجة مع المجلس، ننتظر أن يتحقق أخيرا الاجتماع بمسؤوليه. أيها الأصدقاء أعزاء، صريحات الرئيس فرانسوا هولاند عن القمع الدموي للمظاهرة 17 أكتوبر عام 1961 خطوة أولى على غرار التاريخ، فضلا عن التقدم في عمل الذاكرة المطلوبة لتقديم العدالة للضحايا. نتوقع خطوات أخرى تستطيع تجاوز منطق مصلحة الدولة، وهو ما سيقدم إعمال العدالة وسيكون إسهاما مهما في الذاكرة الحقيقية والعدالة. إن المعركة التي نخوضها منذ 47 عاما مع عائلتي والمحامي موريس بويتان والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية والمواطنين هو في الحقيقة دعم لا يقدر بثمن بالنسبة لنا، لأنه يقلع أولئك
أولئك الذين يرغبون بالتأكيد في دفن الحائحة، وهو ما يؤكد أن هذه المعركة لم تكن يوما عبثا من طرفنا وطرفكم. وقبل أن أختم هذا التجمع أريد أن أحيي ذكرى جون ثابت الذي توفي العام الماضي 1 نوفمبر 2011، وهو الذي ولد في المغرب وكان مناهضا للاستعمار ومكافحا ضد العنصرية ومعاديا للفاشية ورفيع معرب من الشهيد المهدي بن بركة وكورييل هنري. إذن تحية لكم وشكرا.